التواصل الاجتماعي ان هناك واحد الزياده لشركه معينه من الشركات ديال الاذاعه والتلفزه المغربيه، لا داعي لذكر اسمها. حنا تنطالبوا هاد الشركات، حنا شكون اللي تيتفرج في هاد التلفزات المغربيه بلا ما نبداو نكذبوا على راسنا؟ اغلبيه الناس الا بقاو تيتفرجوا دابا مع وجود الانترنت، الاغلبيه الا بقاو تيشعلوا التلفزه راه تيشوفوا قنوات اجنبيه كبيره اللي متتابعه. اذا حنا اصلا الناس المواطنين ما تيتابعوش القنوات المغربيه الا فئه قليله قليله جدا، هذيك فئه قليله خرجوا لهذا. ثاني حاجه، حنا الناس دابا تيطالبوا هناك احتقان داخل الشارع المغربي حول الدواء الناس ديال السرطان. الا كنا غنمشيو نخلصوا ندعموا هذا، كان بالاحرى يعطونا بالاحرى نعاونوا نبنوا بناء مستشفيات خاصه بمرضى السرطان. تنشوفوا في المواقع التواصل الاجتماعي حالات ديال السرطان اللي ما عندهمش مساكن تغطيه صحيه، شوف المعاناه ديالهم اليوميه. اذا لا بغاو يزيدوا لنا شي فلوس نخلصوا على احدى الشركات ديال التلفزه المغربيه، يعطونا نساهموا في شي صندوق ديال بناء مستشفى يرقى الى الانتظارات ديال المرضى ديال السرطان، عافانا الله واياكم. رسالة أخيرة، كفانا من العبث داخل مدينة الدار البيضاء. كاين مشاكل في النظافة، كاين مشاكل في النقل، كاين مشاكل في توزيع الماء والكهرباء، كاين مشاكل أن مجموعة من الأوراش مفتوحة ومشاريع متعطرة. المواطن البيضاوي عنده مشكل ديال التنقل داخل مدينة الدار البيضاء، كاين مشاكل كبيرة. المقاطعات دابا تتوصلهم مبالغ خيالية، إلا ضربنا جوج المليار و 400 مليون تقريبا، ثلاثة المليار بعض المقاطعات بحال المعارف مي غنحسبوها غنضربوها في عدد السنوات، راه مبالغ خيالية تتعطل هذه المقاطعات. ناهيك عن الميزانية ديال مجلس مدينة الدار البيضاء اللي تدخل حتى هي في الشوارع الكبرى وفي الحدائق الكبرى. إذا هناك ميزانية كبيرة، عندنا مشكل ديال هذه الميزانية تناخذوها جبناها من 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 من, من القروض. إذا حنا دابا أغرقنا ساكنة الدار البيضاء لواحد 30 سنة ديال ندفعوا ليزانتيغي ديال هاد القروض وأننا الأجيال القادمة غتحل في هاد المسألة ديال القروض. إذا جبتوا فلوس من البنك الدولي 200 مليار، حاولوا تحركوا هاد المشاريع اللي كاينة دابا. حديقة عين السبع كان 2016 خصها تكون واجدة، المسرح الكبير اللي تخيمي اللي مفتوحين، هاد الشوارع اللي تبدات وتحبسات، هاد المشاريع المتعطرة الكبيرة كاين فلوس دابا. نحاولوا أننا ما تبقى من هاد الولاية أننا ندخوا هاد المبالغ في هاد المشاريع ونعاودوا الدينامية لهاد المشاريع. راه حشومة هادشي اللي تيوقع داخل المند، ما نتكلموش على القطاع الثقافي والقطاع الرياضي، مجموعة من المجالات اللي استرجعنا مجموعة من المكتسبات اللي كانت عندنا في زمن قريب. مشاو هاد المكتسبات، نجيو نمشيو نقلبوا على المسارح، نقلبوا على دور السينما، نقلبوا على الملاعب. فين هما هاد الملاعب؟ من غير الملاعب اللي تبنى دابا في اطار ملاعب القرب، اطار المبادره للتنميه المشاريع، فين هما الملاعب ديالنا حنا؟ فين هو الملعب العربي الزاولي اللي قلنا غيتفتح في وجه الساكنه العام اللي فات؟ ها هو الطاس دابا الحمد لله، يعني الطاس دابا تيلعب من اجل الصعود وانه حقق واحد الانجاز تاريخي اللي هو الحصول على كاس العرش. اذا فين غيلعب؟ واش لعب مع ملعب صخور سوداء؟ لا مات الطاقه الاستيعابيه ما كافياش، النقل التلفزي ما تيقدرش يكون تما. علاش ما نرجعوش الملعب ديالنا؟ علاش بعض رؤساء المقاطعات يستولون على مجموعه من 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 المرافق ويعطوها في يد جمعيات اللي تدير الخياطه والطبخ؟ هذا ما تنتكلموش على خارج الملعب، تنتكلموا على داخل الملعب. هادشي راه داخل الملعب. اذا من هذا المنبر تنطالبوا الاخوان، هادشي راه تنتكلموا فيه بزاف، تنتكلموا داخل المجالس، دابا نتكلموا داخل الاعلام، يسمعوا الناس صوتنا من الاعلام. راه كاينه مشاكل كبيره داخل مدينه الدار البيضاء، لابد يتحركوا هاد المسؤولين داخل مدينه الدار البيضاء من 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 اجل يعني جعل الخدمات المقدمه للساكنه. فالساكنه تتخلص فلوس بزاف، ولكن جيت تشوف المشكل ديال النقل، الناس كيفاش تصبح الطوبيسات، الناس اللي غادي مسكن الخدمه ديالهم. جيت تشوف النظافه باقي دابا، النظافه طلعناها ل 80 مليار ك ك ك كمساهمه سنويه، يعني تتاكل من الميزانيه ديال الدار البيضاء، تتاكل تقريبا الثلث. وتخيل معي الثلث كله من النظافه، والنظافه باقا هي. فين هما الاستثمارات اللي قالوا لنا هاد الناس ديال النظافه، شركات ديال النظافه اللي جاوا؟ فين هما الاستثمارات؟ ها هما دابا لحد الان باقي الشاحنات القدام، باقي كل شيء قدام. كانت عندهم واحد الفتره ديال انتقاليه غيوجدوا فيها داك الشيء، ما باينش. فين هو تنتكلموا على
على سوق الدواجن. سوق الدواجن اللي كان في رمضان العام اللي فات خصو يكون محيد من لانها كارثه بيئيه داخل الحي المحمدي. انا عضو لجنه تتبع ديال اعاده يعني ترحيل سوق الدواجن، والله ما اجتمعنا ولو مره. فينا هاد المسؤولين واش صيفطوا لنا مره واحده نجتمعوا ونشوفوا هاد سوق الدواجن كيفاش، ونتحداهم من هذا المنبر انهم صيفطوا لنا ولو مره يقولوا لنا احنا عضو لجنه التتبع. راه قلت لك لجنه التتبع كلها يعني اي مشاريع واي اتفاقيات داروا داخل مدينه الدار البيضاء داروا لهم لجنه التتبع، وهذه لجنه التتبع يتم يعني شل الحركه ديالهم، ما تيتحركوش ما تيخدموش. اذا ما الجدوى من اننا نديروا لجنه التتبع والمراقبه؟ ما كناش غنديروا المراقبه والتتبع. هذه مشاكل، هذا غيض من فيض. المشاكل هي اكبر من هذا ومشاكل كبيره. يعني هذه الفتره هذه المده الزمنيه ديال هذا الحوار ما يسمحش لنا اننا نجبدوا يعني المشاكل العملاقه اللي تعرفها المدينه عملاقه. وتنتكلموا على المدينه الذكيه، انا استغرب ان تنتكلموا على سمارت سيتي. فين هي سمارت سيتي؟ هل نلمس سمارت سيتي داخل مدينه الدار البيضاء؟ بالعكس، حنا لحد الان تنتكلموا على المدينه الغبيه. المدينه الذكيه فين هو الذكاء؟ هل الذكاء تلمسوه في النقل؟ هل الذكاء تلمسوه في النظامه؟ هل الذكاء تلمسوه داخل المجلس؟ ما عندناش حتى التواصل، ما تنتواصلوش حتى مع بعضياتنا. المجلس ما تيوصلناش حتى لجنة التتبع. الناس توصلوها بالانتيليجونس ارتيفيسيال، تيولي عينيك تدخل وتصوتها بعينيك. حنا دابا خصك تهز يديك وخصك تجي وتحيي وهذا. اذا هذا قلنا غيض من فيض، فالمشاكل هي اكبر وكبيره جدا. تنطلبوا المسؤولين بان يفتحوا هاد المجموعة من النقاش حول هاد المجموعة من القضايا التي يعانيها الساكنة ديال الدار البيضاء، ونتمنوا أن ما تبقى فيما تبقى من هاد الولاية أننا إعادة الاعتبار للمواطن البيضاوي والبيضاوية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.